وهلا والله من وين؟ من جدة. وجدة ايش؟ جدة غير. طبعا يا جماعة جينا تونا الحين دخلنا الفندق ولينا على فكرة على طول نطب في السرير بدون ما تغير خليناها على عشان تفتح صراحة لأنه يس. ما ألومها مرة تعبانة. طيب يا جماعة حتقولوا لي ليش قاعدين في فندق يا عبد الرحمن وميرا؟ أول شيء لأنه ما نبغى نضيق على إخوان عبد الرحمن. يس وطبعا تعرفوا إحنا قاعدين نصور وكذا فنبغى ناخذ راحتنا فهم ما يحبوا يطلعوا في التصوير فعشان كذا مو بس كذا كمان لأنه يعني تعرفوا بعد ما توفت الوالدة خلاص يعني كل واحد أخذ نصيبه من إخواني وخلاص يعني كل واحد في عالمه والبيت اللي قاعدت فيه أم عبد الرحمن خلاص صرفناه وكل شيء فعشان كده يا جماعة الخير أخذنا فندق كده غرفة متواضعة هذه طبعا السرير هنا والكنب والحركات ما عليكم هذا الجبل اللي هنا شايفينه هذا إليل هذا إليل دايما بعدين عندنا هنا الصالة كوزي ياس وبعدين أحلى شيء عندنا هنا اللي هو مكان الدواليب وكذا مرة عجبني هذا يا حلو حلو يا والحمام حلو كمان كبير هنا في حمام هنا مغسلة اوكي بس حمام حسيت انه مفروض يستغلوه يخلوه اصغر لانه شوف يعني هنا عبارة عن ممر مرة كبير وفضاوة ما في شيء ما في ولا شيء شاور وبانيو بس يا ريتهم كبروا الغرفة يعني انا هذا المهندس المهندس لازم اتفاهم معاه اوه شرفوا الشنط الله الله اربع شنط يا عبد الرحمن هذه كيف حنرتبها الحين انا ما حرتب ما ادري ولا انا حرتب شيء انا زيك ترى انا شكلي حنام بالميك اب عندنا كمان بلكون انت حركات بما ان الجو مره حلو فاحس يبغالنا كذا الصباح والله يا ريت فيها اضاءه والله اي صح بس نايس حبيت ويا صباح الخير كيف نمت يا اميره والله نمت نومه حلوه بس نقصت فيها مليون مره صراحه ليش ما ادري كثر الحماس لانه خربنا البرنامج حقنا وكمان من كثر الحماس ما قدرنا ننام ننام ونقوم شوي اقوم اشوف الساعه 11 لسه بدري لسه لا عندي وقت انام بعدين انام اصحى الاقي 11 ونص اقول ايش هذا طلبنا الفطور في الغرفه هنا جابوا لنا فطور شكله على كيفك يا اميره يلا افتحي لنا ودينا يلا بسم الله ايش عندنا هنا اول شيء صحن فاضي يا سلام ما شاء الله لذيذ ما شاء الله هنا ضحكت علي انا هذا فطور حقي توست بالافوكادو والبيض ما شاء الله هنا ايش عندنا الله هذا فطور هذا كله الله 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 ما شاء الله يبوكي تسمني وتتغذي يا اميره عشان اليوم يوم حافل هنا ايش عندنا هنا اتوقع بانكيك حقرين يس والتالي زيه ترى اتوقع نفس الشيء والله ايه لاني طلبت اثنين يا بانكيك نفس حقرين يلا يا لولي يلا فطور تايم يلا يلا لولي صباح الخير يا لولي كيف نمتي بالسرير الصغير هذا ما عجبك خلاص حنخليهم يجيبوا لك سرير ثاني كبير ليش ما عجبك طيب انت دائما تقول والله لما نروح بنات تقول انا ابغاهم يجيبوا لي هذا السرير الصغير مره احب انام ايه من جد احب الاماكن الضيقه عشان انا كنت قصيره ما شاء الله والله جهزت ملابسها وجهزت هنا ملابس إلين مو بس كذا ايش؟ تعال اوريك كمان ايش سويت ما شاء الله عليكي والله انا ما سويت ولا حاجه من يوم ما قمت ترى شو فرغت كل الشنط كل الشنط ما في ولا شنطه فيها شيء والله برافو عليك يا اميره يعجبني فيك انك انسانه منظمه ورتبت هنا هذا سكين كير حقي كفو وهنا رتبت الميك اب تفضلوا يا سلام يا احلى شيء في هذه السفريه انه ما راح تنقل من مكان لمكان فعشان كذا قلت اخذ راحتي واحط كل شيء لانه بالعاده اخلي كل شيء في الشنط وكذا لانه تروحون يلا يومين نطلع الفندق الثاني الثالث الرابع الخامس لا خلاص ما في نطاط خذ راحتك يس قلت له افرغ لك شنطه قال لي لا انا ما احب كذا احب اشيء في الشنطه يس انا احبها في الشنطه ما ما بالعكس يكون مريح اكثر لو كان في الدولاب هو في مكان اصلا في الدولاب ما عليك اطلع لك مكان خلونا دحين نلبس ونتكشخ ونتنظف ونتظبط عشان نخرج دحين نكتشف شوارع جدة قال لك انه ما نعرفها نكتشف شوارع جدة ونشوف التغيرات ما شاء الله ما شاء الله اموت انا اروح شربه ايش الحلاوه هذه كفو والله ما شاء الله مسبسين ليش لبستيني احمر هذا مو لايق مع اللبس قلت له لا لازم طعم اللبس بالاحمر ايش تجد لا مره حلو يا جنن حتى انت لبسك مره حلو وبرضه انا يا جماعه والله انت واو بس صدق انه لبس اللي لبسته امس المطار عجبني اكثر من هذا لا انا احب اللون البني المحروق قولي والله كم مره يجنن عليك يا الغالب قالب
طيب يا جماعة، اللي ما تعرفوا انه اختي سوسو مجمع اخواني كلهم، وكلهم ترى ما يدروا، ما في احد يدري الا سوسو ولد اختي بس، لانه جاء المطار كده ساعدني واخذ الشنط. اوكي يس، فاليوم راح تكون مفاجأة لهم، مرة متحمسين. اكثر شيء متحمسين نشوف ردة فعلهم، خاصة انه اخر مرة شافوا ايلين فيها كان عمرها كم؟ سنتين. تخيلوا 4 سنوات. 6 سنوات ما شافوا. ايوه، اخو عبد الرحمن جات له بنت، وانت كمان ما شفتها. ما شفت بنت اخوي ابدا. اليوم راح نروح نسوي لهم مفاجاه، راح نطب عليهم هم قاعدين. طبعا اختي سوسو قالت لهم تعالوا ابغاكم كلكم تتجمعوا عندي، لانه عيد ميلاد ولدي قبل كم يوم، بس انا ما سويت الحفله، فعشان كده ابغى اسويها يوم الخميس يوم اجازه، تكونوا كلكم فاضيين وتتجمعوا. ايوه، وبعدين احنا نطب عليهم. السؤال الحين، السؤال هو من جد عيد ميلاده عدى؟ ايوه عيد ميلاده كان قبل كم يوم. حلو، صادق يعني، صادق مظبوط. والله اختك ما شاء الله عليها مخططه من يس يس. فنحن حنكون البريزنت حقه. نحن المفاجاه قصدك يعني؟ الهدايا. اي كم والله. والله يا عبد الرحمن اختك ما شاء الله طلعت مخططه بارعه. تخيل ايش تقول لعبد الرحمن؟ قالت له ولدي الكبير بدا يحس علي انه انا صار لي كذا يوم مو على بعضي، متوتره. أيوة. وقاعد اخطط، وقال لها امي ايش فيك ايش فيك متوتره؟ فيك شيء شي غريب. قالت له والله يا ولدي معليش بقول لك، ما قالت له والله، بس انا زودت يعني لازم شوي دراما اكشن. اكتشفت انه صاحبتي مريضة ومرة تعبانة، عشان كده انا في عالم تاني وانا متوترة، لانه ولدها راح عند ابوه وقال له امي مو على بعضها هذه الايام. بابا امي مو طبيعية هذه الايام، فيها شيء غريب. فبعدين يس اليوم راح يعرف ليش امه كانت مو على بعضها، حيعرف انه اسمع مو بس كده، قاعد افكر اني اسوي له مفاجأة. قلت له اميرة ايش رايك اروح نشتري عباية، ولا اديني عباية من عندك وكده، وادخل البس العباية وادخل عليهم كده واوقف قدام الباب. وبعدين ما اتكلم، اطل فيهم وهم حيطلوا فيا. بس يدك حتظهر يا عبد الرحمن هذه الليل. أيوة. اخبيها كذا، اطلعها شويه كذا. اوكي وبعدين ايش؟ بس كذا اطل فيهم ويطلوا فيا، حيعرفوا ولا لا؟ حشوف. والله ما ادري، ما ادري، حنشوف. يمكن نسويها، يمكن لا، يمكن انه بس كذا ندق الباب ونطب عليهم. طبعا حيكونوا جالسين ومتوقعين، فجاه عبد الرحمن وليد واميره داخلين على برا وتحمسين نشوف رده فعلهم. لكن قبلها لسه هم عندهم دوامات، فحيكملوا تقريبا، حيتجمعوا على العشاء. وعشان كذا وقت، عشان كذا حنطلع نروح نكتشف جده ونروح يمكن ناكل، لانه انا صراحه ايوه صح، حتى انا مره جعان. يلا ليتس جو ليتس جو. يلا لولي. يلا اميره مع السلامه، روح ظبط كشتك كذا. وانا ان شاء الله ما تاخر. وين حتروحوا؟ والله افكر اني اروح افصل لي توب، ابغى هذا الشيء بسويه من زمان. يلا خلاص، ويكون انا كذا خلص. الله والله جوي جنني. يا والله يلا. صدمت مره حلو يعني، هوا ما شوف شعري كيف. الله يلا قولوا وداع للكشه، ان شاء الله اجيكم بهذا نيو لوك. لا مو للدرجه هذه. يلا سارة انت بتخرج. يلا باي. رايحه يا جماعه افصل لي توب، لانه من زمان ما فصلت لي توب. وانا انت هنا جنبي، انا قاعد ادور لك. ايش بك لولي؟ تقول يا حليلها لولي حتشوفي زيها كثير. هلا قررت اخذ هذا التوب، وهذا القماش مره عجبني لونه، شايفين مره حلو. واخذت اللي برضو كمان لون الابيض، ابيض عادي يعني، بس هذا صراحه مره عجبني. إيه ليه انت طفشان؟ خلاص دحين انا حروح غرفه المقاسات، حاخذ القياس وحاعطيك الجوال، اقعدي طقطقي عليه. اوكي اتفقنا. 2 hours later. ما شاء الله ولد ما شاء الله في طلة البهية، فنانة والله. ايش الحلاوة هذه؟ خلاص ضبطت الكشر تحتي دحين بسرعة قبل الباب، لأنه وقت. قالت لي راح أكثر لك سبري عشان الرطوبة جدا. قلت لها كثري لي سبري. خلاص خلصت ثوابك، فصلت كل شيء. الله ما شاء الله، والله انجزنا. أحلى شيء إنه مرة قريب كل شيء من بعض، هذا أحلى شيء. خلينا نروح ناكل الحين. إي والله جوع مليون، نبغى نروح المطعم ذاك. فاكر كنا ناكل منه كل خميس؟ يا الله ماي جاد. مطعم شو اسمه، ايش أقول لكم؟ ذكريات حرفيا. هذا المطعم كنا نطلب منه كل خميس يا جماعة، بس البطاطس كان عنده مو مرة حلو، فكنا نطلب بطاطس. ايش كنا زي دقيقة حكيكم ايش كنا، خلينا اوقف بس قبل ما ابلع مخالفة. ايوه طيب يا جماعة، بحكيكم ايش اميرة دائما كانت تسوي لما يكون عندي اجازة يوم الخميس. يوم الخميس اخر يوم دوام، وعبد الرحمن يرجع البيت، يقول له عبد الرحمن لا ما نبغى نطبخ، ما نبغى هذا، اجهز لك موبي وكذا، بس انت جيب لنا من البرجر اللي نحبه. ايوه كنا نروح محل برجر يبيع برجر، كان مرة فنان. ليش؟ لانه كان شوية اميرة، ايه ودجاج حقه مو يجيبه من بقالة او شيء. هو
هو يجيب اللحم المفروم كده يفرمه كده ويزبطه. وبعدين كان الباكج مرة عادي ومو متعوب عليه وكان يقفل بقصدير. ايه هو محل عادي بسيط ترى بس اكله مرة مرة لذيذ. هو ما يبي غير البرجر اصلا. ايه بالضبط كده. وايش كمان كان البطاطس حقه مو مرة حلو فايش كنا نسوي ميكس. قال لك اني اروح اشتري البطاطس من ماكدونالدز والبرجر من عنده. لانه كنا مرة نحب بطاطس ماكدونالدز. ايوه والله. بعدين نجيب الصوص الكوكتيل حقه ونحط له شطة ونكيف ونتفرج مسلسلات. ذكريات. يلا الحين انا متحمسة بشوف نفس الطعم تغير ولا اصلا يمكن مطعم قفل اصلا مو موجود. لا لا اتوقع انه شغال. يلا خلينا نروح نشوف. يا جماعة عبد الرحمن حاط النافيجيشن كذا شايفين دخلنا الحواري ومدري ايش. قلت له ايش بك ما تتبع الطريق. قال لي ما عليك يا انا هنا حافظ كل شيء. في الامارات سنتين ونص لسه حد اليوم تلخبط مع النافيجيشن يلخبط. تخيل يجيب لي على لفة ثانية وتزيد 10 دقائق. بس دقيقة هو شوف الشارع مقفل. هذا اللي ما حسبت حسابه. افتح يا ولد افتح. والله مستعدين. هذا ما نبغى هذه مشروبات. دقيقه هنا الصوص كانه ايوه هذا الصوص. الصوص كذا عباره عن مايونيز وكاتشب. مايونيز وكاتشب بس لذيذ 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 لذيذ. نفس الشيء ما تغير ولا تطور ولا شيء. 6 سنوات بس الكيس الازرق بس هذا كان لونه ابيض. الكيس اللي جوا كان لونه ابيض. يلا لي تعالي لولي مستعده تذوقي احلى برجر ممكن تذوقيه على في حياتك. الدجاج برجر على الفحم. ماي جاد دوقي. هذا ماما وبابا كانوا مره يحبوه. كنا نموت فيه. دوقي ما اكلت شيء انت لسه اول عضه. يلا جربي. في احد ما يعجب هذا البرجر؟ الله العظيم. خلينا ناكل احنا. او ماي جاد. شوفوا 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 هو عباره عن ايش؟ خس. والله ما في شيء. ما في شيء بس احنا مره نحبه. واللحمه وطماطم على الفحم وحاطين له مايونيز. بسم الله. جاهز؟ جاهز. 1 2 3. 6 سنوات. زي ما هو. او ماي جاد ذكريات. اوه اذا غمضت عيني راح ارجع للبيت اللي احنا قاعدين كنا فيه. عشان ترجع للبيت مضبوط. اوه البطاطس حقهم. بس البطاطس تحسن ترى. احسن من اول. شايفين اللحمه كيف جوا؟ خلونا نغمس هذه اللقمه في الصوص. الله الله الله. يا سلام. شويه بطاط. حبيت والله حبيت يفوز. لا زمان قبل ما نسافر بغنى نحن كذا ابو 10 حبات نحطها في الفريزر ناخذها معانا ناكل يوم نشيل ناكل البطاطس. هي استولت على البطاطس. والله الحمد لله الحمد لله انه ما تغير فيه ولا شيء لانه اصلا طعمه مره حلو. هذا المطعم عرفنا عليه ولد عمي لانه كان ساكن هنا. لا مو سبايسي. اسمع سؤال بكم الحين كلف البرجر الواحد؟ بكم نفس السعر ولا زاد؟ لا والله اتوقع 9.5 او 10 شيء زي كذا. هذا ب 10 درهم؟ وات؟ ريال لو سمحتي. هو 10 ريال قصدي. او ماي جاد رخيص. والله مره رخيص ما توقعت. كان جبت لنا 10 حبات. كان زمان ب7 أو 6 شيء زي كذا ترى. يا جماعة دوبها اتصلت علي أختي وقالت لي خلاص يا ولد تعال. كلهم مجتمعين. طب علينا كلهم مجتمعين وجاهزين. طبعا كمان كلمنا ولد أخت عبد الرحمن عشان يصور لنا من جوا لأنه هو عارف. أي عندنا عملاء من الداخل. متواطئين معانا. جواسيس اللي يسموه. قلنا له يصور على ردة فعلهم عشان إحنا حنصور من عنده بس هو كمان يصور من عنده فايس. وكمان قلنا له عشان يفتح لنا الباب. أيوة. لأنه ما نبغى ندق الجرس. نبغى نجي يعني نبغى نجي بهدوء تام. عبد الرحمن حيرسل له رسالة وهو اول ما يستلم الرساله قلنا له افتح الباب بشويش كانك رحت. افتح وروح اقعد. وروح اقعد مكانك ولا كانه صار شيء. وبعدين فجاه احنا حندخل عليه. ان شاء الله ما في شيء خبص علينا. اي والله انت تعرف عاد هذه اللحظات دائما في شيء. اكيد في شيء حيتخبص انا متاكده. وصلنا يا جماعه الخير. وصلنا وصلنا الحين طالعين. حيكون ولد اخت عبد الرحمن يصور من جوا. ايوه ايوه اتفقنا. عندنا جاسوس قاعد جوا يصور. بس والله ذكريات. اوه قاعد الشارع هذا كل شيء ذكريات. اخت عبد الرحمن حطت لنا مفتاح. جاهز. يلا جاهز. يلا
هادي هادي. يلا يلا خش. ادخل عليهم كلهم سربرايز. اوكي سربرايز. واحد اثنين ثلاثة لحظة حاسبة. تخيلوا يا جماعة ولد أختي يقول لأمه إيش رايك نتصل بخالي بما أننا مجتمعين الجمعة الحلوة هذه، خلونا نتصل كذا عليه ونقعد نتكلم مع بعض. تخيلوا فجأة نحن طبينا على صدمناهم مرة. طبعا يا جماعة اسمعوا أختي سوس إيش تقول. إيش تقولي؟ كمية الكذب والقصص والتأليف عشان تجمعهم ها؟ تأليفات وقصص وكل واحد كذبة وأفلام هندية كل كل شيء عمرها وزليت على ناس بالمرة وحرمت أولادي من الأيبادات يا الله عشان ما ينتبهوا في سنابات يا الله. طبعا نحن ما نزلنا ولا سنابات في هذه الايام، فاي سنابات حتشوفوها معناتها هذه يعني يتصلوا علي ويقولوا لي اليوم خميس اليوم خميس، اقوم اقول لهم الحق خميس ما في شغل خلاص يلا اعطيهم الايبادات الحين. طبعا يا جماعه جمعت لكم الشله هذه العصابه كانوا اطفال يعني سبتهم كذا كل واحد قد كذا يا الله شو اللي جات حصلهم ما شاء الله درج ما شاء الله وطلعوا كلهم مطقمين والله يا جماعه اقول لكم مطقمين بالصدفه انا كلهم مطقمين بالصدفه ما شاء الله عليكم بما انكم مجتمعين جمعه حلوه هذه الواحد ياخذ له كف العلاقه بس دقيقة منهم كلهم مين صدمك أكثر واحد يعني حسيته مرة كذا طال وكبر هذا الشخص إي والله هذا وهذا كلهم ما شاء الله ست سنوات اي والله تغيروا من جد. طبعا يا جماعه للاسف والله كان بودي اني اصور لكم هم بس احتراما لخصوصيتهم ما كلهم ما يبغوا يطلعوا في التصوير فعشان كذا ما قدرنا نصور ولا حتسمعوا بس الاصوات. وجاء وقت الهدايا نبدا بالصغار الصغار او مين اصغر اجل واحده كتكوت انا صغيره اختها ولد اخ عبد الرحمن بنت اخويا أميرة فاشلة والله فضيلة أول مرة على فكرة نشوفه سو كيوت يلا لولا أعطيها الهدية حقها طبعا هذه للأسف ما وصلت بالسلامة شو إيش صار انقطع في الطريق في الطيارة انقطعت تخيلوا يا حبيبي يلا لولا جمال خليها تفتحها يلا الله حلوة 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 يلا دور مين؟ الأكبر كيف؟ هذه مناسبة عيد ميلادك الجاي، صح؟ عيد ميلادك مرة قريب صح؟ ايوه كل عام وانت بخير حق لي خاله يسعدك ربي من بعد أحلى هدية الكاش شوف والله والله الكاش إنه نقاش لأن بعضهم ما بدأنا نشتري لهم هدايا فعشان كذا اللي بعد اللي بعده بسرعة مبروك مبروك الهدايا لسوسو الله شكرا لتعبوا نفسكم شكرا ممكن تستولي عليها لوحدك شكرا وهذه هدية لأخويا حبيبي اتفضل سلام مين اللي ترى هدايا مو حقي انا بس اوريها يا جماعه بنت اختي جبنا لها الشنطه اللي كانت تبغاها اللي اتفقنا مع سوسو ايوه اتفقنا مع سوسو قلت لها اسمع بشتري لها شنطه حلوه قالت لي اسمع ترى هي في شنطه كانت تبغاها مره قلت لها يلا ترسلي لي صورتها قالت لي خلاص اوكي ارسل لك صورتها دحين واخذنا لها هي اللي تبغيها هي هذه
يلا احلى شيء لما تجيبوا الهدايا لاحد وانتم تعرفين ايش يعني انها حتعجبه. اخر العنقود. العنقود قصدك العمده الكبير. ايوه صح صح العمده الكبير. ضبطناكي. معليش مبروك. شوي انا بجيب خالي انا خالي انا خالك كيف طلعت لك الروشة ولا لا؟ ما عندي خالي. قول لها خالي رشيق. يا بنتي بلا فضايح. اكيد من عاداتنا وفي جماعات اننا دائما ناكل البيت. الله 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 الله. لا البيك البيك في معقله الرئيسي غير غير. لا البيك في الجمعة ومع الأهل غير صراحة. إيه والله. دائما كل جمعة لما كنا نجتمع كانوا يجيبوا البيك. يا البيك يا البخاري صح. بالعافية بالعافية. ما شاء الله ما شاء الله. كيف عبد الرحمن؟ ما يحتاج والله.